هند. الله الله الله، ايه ده؟ عامله في نفسك كده ليه؟ عايزك تشوفني على طبيعتي. والله وانت على طبيعتك ارق واجمل بكتير. انا عايزه اتكلم معاك كلام بجد سعيد من غير زعل. انا عندي كلام جايز يكون سخيف بالنسبه لك، لكن رد فعلك عليه هو اللي هيخليني اقول او لا. اول مره اعرف اللي عايز يتجوز بيتعمل له امتحان. مش امتحان يا باشمهندس، اعتبره تعارف. في ايه هنا؟ مالك جد قوي كده ليه النهارده؟ ما هو الجد لازم يكون ساعه الجد، الا بقى لو انت شايف مشروع الجواز ده حاجه كده عادي، او انت ناوي تكون حاجه طياري كده. هيا يا ستي اتفضلي قولي اللي انت عاوزاه. انا كان في رجاله في حياتي. عادي، قصدي من غير جواز. ماشي، مش مهم اللي راح، المهم اللي جاي. غريب. الله، ايه الغريب في كده بقى؟ انا عارف ان اصلك فلاح والفلاحين طبعهم مش كده. بقولك ايه يا هند، مفيش فلاح في مصر كلها يحلم يتجوز واحده زيك. وبعدين يا ستي عايزك تعرفي حاجه مهمه، الفلاح يوم ما يتجوز واحده يعرف يحكمها. وبعدين كل حاجه وليها تمن، واللي ما رضاش بالخوخ يرضى بشرابه. انا صرحتك وانت وافقت، مش هتصارحني انت بقى؟ عاوزة تعرفي ايه؟ هو انت ليه خنت اللي هو مجدي؟ انت عرفت ازاي؟ اصلها يعني مش خيانة بالمعنى المفهوم. كل ما هنالك ان انا عملت عملية لحسابي بعيدة كل البعد عن نشاط الشركة. انت عايز تعرف انا عرفت ازاي؟ انا كنت جاسوس عليك.